ربما يفكر البعض بتفكير غاضب، وهذا من حق الشعب أن يغضب الناس، أن يغضبوا. من حقنا أن نغضب. هدمت مساجدنا وعشرات منهم سويت بالتراب، انتهكت أعراض العفيفات في داخل البحرين، سيق العلماء إلى السجون وتم تعذيبهم وتعريتهم والاعتداء عليهم جنسيا، وارتكبت فيهم كل الموبقات وكل المحرمات. اعتقل الأطفال وقتلوا الناس على الهوية في داخل البحرين. وجاءتنا من كل أصقاع العالم جيوش متعددة الجنسيات في داخل هذه الجزيرة الصغيرة. أليس من حق الناس أن يغضبوا؟ أليس من حقهم أن يتصدوا؟ أليس من حقهم أن يواجهوا؟ بلى، هذا حقهم الإنساني الديني الفطري العقلائي القانوني، وسمه ما شئت، من حق الناس. وليس من حق أحد أن يلوم من يغضب ويعبر عن غضبته في داخل البحرين، ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. هؤلاء الملامين، لسنا نحن المستضعفون المظلومون المقتولون ظلما وعدوانا أن نلام حينما نفكر أن نغضب. حينما يقتل من شبابنا يجب علينا أن نضبط أعصابنا، يجب علينا أن لا نغضب، يجب علينا أن نلتزم بالمنهج الحضاري الذي يروجون له. الشعوب لم تنتصر إلا بغضبة، لم تنتصر إلا بوثبة، لم تنتصر إلا بمقارعة، لم تنتصر إلا بمجابهة، لم تنتصر إلا حينما كسرت القوانين وحينما أسقطت هيبة الطغاة. هذه الشعوب المنتصرة. أما الشعوب التي يوضع لها إطار في كيفية التحرك ويتم فلسفة طريقة حركتها ورفعها للشعارات، فهي شعوب لن ترى النور ولن ترى الانتصار. وبالتالي شعبنا إلى المجد يسمو ويذهب ويتحرك ويجري حثيثا في هذا المسار بغضبة، بوثبة، بثورة، بتصدي، بردع، بمقاومة.